عبد الله أمغار يختتم فعاليته هذه السنة بعروض التبوريضة جنبا إلى جنب مع منافسات المصارعة التقليدية أو المعابزة كما يعرفها المختصون والممارسون، نشاطان تقليديان متوارثان منذ قرون لدى المغاربة، حيث كانا يحضران من قبل في مختلف المواسم والتظاهرات. وقد نالت هذه المبادرة التي تنظم للسنة الثانية على التوالي إعجاب ومتابعة الجمهور الحاضر لإنجاح هذه اللعبة ولإحيائها في ذاكرة المواطن المغربي الرياضي. يرصينا أن نستمر في تنظيم هذه اللعبة كل سنة. المصارعة التقليدية هذه تقريبا سنتين بدات في موسم عبد الله، هذا هو الموسم الثاني لها، وكما كتشوفوا وقعت واحد الإقبال جماهيري كبير. رياضة المصارعة التقليدية فهي منها كيتكونوا جميع معظم المصارعين باش يدوزوا للتيران، وهذا شرف لنا كبير باش تكونوا تنظف مدينة كمدينة الجديدة. فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار استقطبت هذه السنة أزيد من 400 ألف زائر وحوالي 1800 فرس وفارس من مختلف أنحاء المملكة، أرقام عززت مكانة هذه التظاهرة كموعد للحفاظ على التراث والتنشيط السياحي. كان موسم المسوشة ما بين فاس ومكناس، كتقوم يعني بموسم على أكمله، يعني كانت يعني الفكرة ديالو هي المصارعة التقليدية. الأعداد فاقت كل التطلعات ديال المنظمين، وبالتالي هذا دليل على أن الدورة كانت ناجحة وناجحة بامتياز. فروسية كذلك كانت أنشطة ديال المصارعة اللي كانت الرياضة التقليدية اللي كانت كيعرفها موسم مولاي عبد الله منذ مئات السنين، وكذلك كانت الصيد بالصقور. داز الموسم أحسن ما يرام، داز الموسم مزيان، داز بخير، داز نظيم زوين، تنظمنا مزيان وتفرجنا مزيان وجابوا لنا البارود مزيان. المشاوشة أو المصارعون نالوا إلى جانب فرسان الصربات المشاركة بالمهرجان تصفيق الجمهور وتكريم اللجنة المنظمة بعد أن ساهموا في إحياء إحدى العادات المغربية المتوارثة منذ أجيال والمرتبطة بالمواسم والفانتازية التقليدية.